وافق مجلس الشيوخ نهائيا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023-2024 وما ورد بها من توصيات. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال الجلسة إنه تم إعداد الخطة بشكل مرن بحيث يمكن تغيير مستهدفاتها لتتماشى مع متغيرات الأزمات العالمية. جلسة جديدة وصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024. وخلال الجلسة أكدت الحكومة أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، ونظرا لاستمرارها تم إعداد الخطة بشكل مرن بحيث يمكن تغيير مستهدفاتها لتتماشى مع متغيرات تلك الأزمات. وعقب يومين من المناقشات وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأشيرات والملاحق والجداول. أقترح الآتي: أن تقوم وزارة التخطيط بإنشاء إدارة تسمى إدارة متابعة خطة التنمية الاقتصادية. هذه الإدارة يكون لها هدفين أساسيين. الهدف الأول هو المتابعة الدورية لتنفيذ الوزارات المختلفة لخطة التنمية الاقتصادية وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء. الهدف الثاني هو أن تكون هذه الإدارة تضع حد أدنى ومؤشرات لقبول خطة التنمية الاقتصادية من الوزارات المختلفة. رأيي في مشروع القانون المعروض فإنه يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة 2030 لتحقيق اقتصاد قوي، اقتصاد تنافسي ومتنوع، حيث تعمل الدولة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة ومرونة وتنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب أن الدولة المصرية أيضا تسعى إلى الشمول المالي وإدراك البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أشادت خلال تقريرها بتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطي الأزمة، خاصة وأن أداء الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدي بشهادة كل مؤسسات التمويل الدولية. وفي ختام الجلسة قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة مع الدعوة إلى جلسة تالية يوم الأحد الموافق 18 من يونيو الجاري.